السلام عليكم، مرحبا بكم دائما في قناتي من جديد مع وصفة جديدة. اليوم نقدم لكم واحد الحلوة تجي مع اللكة ديال اللوز. صدقوني جربوها، ومقاديرها خفاف وزوينين، والطريقة كذلك أسهل. فغادي ندوزو المكونات. عندي 250 غرام ديال اللوز بالقشرة ديالته، يعني ربعة ديال اللوز، وعندي 70 غرام ديال السنيدة، و70 غرام ديال المشماش اللي كنرطبوه وكنسموه بالزهر، وكعندي معلقة كبيرة ديال مربى المشماش مطحون خاص الحلويات، بيضة، عندي 4 حتى 5 غرام ديال خميرة الحلوى، وشوية الملح بطبيعة الحال. فغادي نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي ناخدو داك اللوز وغادي نطحنوه حتى كنكملوا الكمية اللي عندي، وغنحصل على البودرة، يعني كنرد هذاك اللوز بودرة في الأول. من بعد يعني هنا من بعد ما غادي نكمل الكمية كنضيف عليها 70 غرام ديال سنيدة، كنخلطهم مزيان، كنخلط المكونات يعني اللوز وسنيدة، لأنه غادي نعاود نطحنو المرة الثانية. فهنا المرة الثانية من غدو طحنو اللوز، ما تخليوش لدرجة يجي معلك ويبدأ يطلق لكم شوية الزيت، لا، مجرد ما تيتجمع غير شوية ما بين سبعان ايديكم صافي، هذيك هي لا تيكستور كيف ما غتشوفوا معايا دابا بحال هكذا. صافي حتى كنكمل الكميه اللي عندي ونخليه على جنب، وغادي ندوزو الطريقه ديال المشماش، يعني غادي نطحنوه بطبيعه الحال، ولكن اول حاجه ضروري ما تنشفوه من الماء. علاش؟ لانه عاوتاني الا طحنتوه ملي غادي نخلطوه مع اللوز وهذا ويبدا يطلق لكم الماء في الفران ملي تصيبوا الغريبه غادي تفرقع عليكم. فمن الاحسن نشفوه مزيان وعاد باش نطحنوه مع المعلقه ديال مربى المشماش اللي تيكون خاص الحلويات، يعني من الاحسن ما يكونش دوك اللي فيه طريفات، يعني تنطحنوه مزيان حتى كنحصلوا على عجين ديال المشماش. من بعد كنوضعو في الاناء اللي كنت واضعه فيه اللوز، صافي، وكنبدا نجمع يعني نجمع المكونات بايدي بطبيعه الحال، ضروري ما غادي نخدمو باليد، ونضيف عليهم البيضه، يعني بطبيعه الحال راه كتطربوها مزيان. صافي تنجمع المكونات مزيان وكنضيف عليهم الملحه، وكنخلي الخميره يعني حتى المرحله الاخرى. كيف ما تتشوفوا معايا دونك تنجمع المكونات مزيان، تنحاول ندخل ديك الخميره في لاباط ديال اللوز. صافي من بعد ما كنجمعها ضروري من نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، تنغطى بواحد لو فيلم اليمونتير وكنخليها ترتاح بطبيعه الحال. عاد غادي نبدا نشكل الغريبه ديالي. هنا كنوجد واحد سليفه فيها شويه الزهر، لانه ملي غنبدا نكور في الغريبه ضروري ما كتلصق، فكدهنوا ايديكم بشويه ديال الزهر وكنشكلها كويرات غير شويه بالحجم ديال المعلقه. راك شفتوني هزيت بمعلقه صغيره ما عامراش، ومن بعد كنفندها في البياض ديال البيض، وكنعاود نفندها نلبسها باللوز ايفيلي، يعني كنحاول ما امكن نفندها مزيان ما نخليش شي بلاصه باينه، يعني
نفندها يعني كنلبسها باللوز افيلي من التحت من الفوق من الجناب، يعني حاولوا ما امكن تقنوا مزيان الغريبة. ودابا غادي نوريكم وحده اخرى، حتى لثلاثه او لاربعه، يعني كنبقاو نستمروا نفس الطريقه، كنديروا ضروري الزهر باش ما تلصقش، من بعد كنديروها في بيض البيض. والمرحله الاخيره وهي اننا كنفندوها في لوز ايفيلي وكنوضعوها بطبيعه الحال في اللاطه اللي كنكونوا واضعين البابي كويسون من الاحسن. صافي تنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. فانا من بعد ما كملت يعني انتهيت منها تقريبا، غادي تعطيكم 28 حبه حتى ل 30، وكندخلوها الفران على درجه الحراره اللي كتكون 150 فوق ولتحت بطبيعه الحال، وكتخليوها تطيب حتى كتحمر. من بعد ما تتحمر تدهنوها بالناباج. انا ما كانش عندي متوفر ناباج، فدرت المربى ديال المشماش باش كتعطي داك لا بريونس لمعان. فجربوها، يعني مكوناتها سهلين وكمية قليلة، فجربوها ولي عجبتكم ممكن من بعد تدبلوا المقادير ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال غريبة اللوز اللي كنتمنى تعجبكم وتردوا عليا في التعاليق ديالكم، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.